في الجزء انا عايز اقول لك على حاجه من بعد عوده النشاط. انا عايز اقول لك على حاجه. نفترض انا يعني هوصل لابعد تحدي، يعني هو مين دايما اقوى، اسم النادي ولا اسم الفرد؟ يعني اسم النادي، اسم النادي هو اللي بيحقق البطوله. النهارده مثلا الكهرباء واخد دوري، عمره ما خد دوري يعني في الانديه اللي لعبها كلها، عمره ما خد دوري. طب احنا بمناسبه الكهرباء احنا معانا الفولت العالي على التليفون عشان تعرف. الو مساء الخير. الخير يا احمد، اخبارك ايه؟ كهرباء بتيجي على السيره يا ابني؟ الف الف مبروك. بتيجي على السيره ولا ايه؟ ما اقدرش يا سيدي، انا كابتن سيد، انا معاك في اي حاجه. انت انت معاك في اي حاجه يا كابتن. مبروك كهرباء الدوري مع النادي الاهلي. الله يبارك فيك. قول لي احساسك ايه وفرحتك كانت ازاي؟ انا عارف انه يعني طبعا في فتره ايقاف طويله جدا، جماهير الاهلي مبسوطه انك رجعت تاني ومستنيه منك كتير جدا. انا حتى لما بنتكلم في السادسه بقول انه كهربا من اللعيبه اللي جماهير الاهلي حاطه على اكتافهم مسؤوليه كبيره جدا، وكنت بقول في بدايه الحلقه انه احنا خلصنا المهم يبقى الاهم، مستنيينكم في افريقيا ان شاء الله يا رجاله. اشكرك طبعا يا احمد على الكلام الجميل ده طبعا، وبشكر كابتن سيد طبعا على بجد يعني بجد يعني يمكن انا اول مره اقول الكلام ده على كل حاجه بعملها معايا طبعا في النادي الاهلي. يعني اول يوم دخلت فيه ويعني دايما بيدعمني ودايما معايا ودايما بيكلمني اي في اي وقت طبعا. انا ساعات لما كنت موقوف ال 10 ماتشات دي ساعات ببقى متضايق ان انا ببقى نفسي العب بشارك مع زمايلي، كان هو دايما يقعد يكلمني، دايما يجيبني عنده المكتب يتكلم معايا قبل كل تمرين، وبشكره طبعا على كل حاجه بجد بيعملها معايا وعلى دعمه ليا. ويمكن انا مبسوط جدا طبعا وواقف بقى في الدنيا النهارده، لان انا بجد يعني اول دوري في حياتي اخده ويعني خدته مع النادي الاهلي اللي هو بيتي، فدي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله ما تكونش اول بطوله باذن الله، والبطولات اللي جايه جدا كده ان شاء الله. انا عارف انه كابتن سيد في كل تمرينه بياخدك كده ويتكلم معاك وبيديك نصايح، اهم نصيحه او ايه اكتر حاجه كابتن سيد بيركز عليها مع محمود كهربا؟ كابتن سيد والله دايما هو يعني بيفضل يعلمني كل يوم بصراحه، يعني دايما بيقعد يديني امثله على اللعيبه بتاع زمان، لان هو عارف ان انا يعني ابن النادي، ودايما يقعد يتكلم معايا ان ولاد النادي لازم يعملوا يعملوا، فهو كان دايما يقعد يديني نصايح كتير. انا يمكن اهم نصيحه يمكن هو اللي دايما بيقولها لي، بيقول لي يعني انت اللي دايما باقي في الفريق وانت دايما باقي مع النادي، فلازم تركز في كل تمرين ومشيل الضغوطات من عليك وما تركزش مع حد خالص. وانا يمكن الحته طبعا اتعلمتها من الكابتن سيد يعني بجد من ساعه ما دخلت النادي، ان انا بقيت بفصل عن كل يعني حياتي الشخصيه، بفصل عن كل الضغوطات اللي بتبقى عليا، لان يعني انت عارف يا احمد ان كل يوم بيحصل لي مشاكل، كل يوم لازم الناس تطلع تتكلم، لازم مش عارف كهربا بيعمل كهربا راح فين، مش عارف كهربا ايه. فتعلمت من الكابتن سيد هو يعني حاجات كتير قوي، هو فعلا كل يوم يجي يقول لي تعالى في مش عارف في حاجه مضايقاك مش عارف ايه الكلام ده كله، اقول له بصراحه كذا كذا، يفضل بقى يعلمني بقى. دي اهم بجد بجد اهم نصيحه، لان هو بيشيل من اللي جوايا بيخليني بس مركز في الملعب. فدي يمكن يعني بشكر كابتن سيد جدا في الحاجات دي، يمكن يعني انا بجد والله مش عارف اقول له غير كل يوم لازم لما بدخل النادي اقول له وحشتني بس. بجد والله هو عارف. كابتن سيد تقول ايه الكهرباء ومستني منه ايه في الفتره اللي جايه؟ لا احنا منتظرين منه حاجات كتير قوي مع زمايله، يعني يمكن يعني احنا من الانديه اللي هي بتدي لكل واحد يعني ما بتحملوش اكبر من همه زي ما بيقولوا او اكبر من طاقته. هو واحد من العناصر المهمه جدا، واللي ان شاء الله يبقى لها دور كبير قوي ان شاء الله الرحمن في افريقيا باذن الله مع زمايله، ان شاء الله الرحمن يساعدوا بعضه باذن الله يحققوا البطوله، هي الاغلى وهي الاقوى وهي الاهم بالنسبه لنا، يعني بطوله افريقيا. بيبقى التارجت بتاعك دايما في بدايه الموسم البطوله الام اللي هي الدوري والبطوله الافريقيه او القاريه. اي نادي محترم او اي نادي كبير له شعبيه كبيره ولا حاجه هيقول لك الاثنين دول. اي حاجه تانية بتبقى حاجات مكملات على فكره، يعني يعني عارف اللي هو يعني مش عايز اقلل منها. يعني ما بطوله الكاس بطوله مهمه جدا يعني، لكن لا تقارن ابدا ببطوله الدوري. صحيح. مستحيل يعني. فبطوله افريقيا مثلا لا تقارن ببطوله مثلا يعني يوم واحد او 90 دقيقه يعني. فكهربا ان شاء الله الرحمن يعني انا عارف ان هو وبقيه اللعيبه مع العصر اللي انت فيه او المرحله اللي انت فيها بيبقى فيها كلام كتير واشاعات كتيره، لكن ارمي ورا ظهرك وتشتغل يعني. نشكرك كابتن كهربا وبنقول لك الف مبروك مره ثانيه، وان شاء الله يبقى لينا حظ وفرصه قريب كده كمان شهرين يبقى لينا تليفون زي ده، نبارك لك ان شاء الله ونبارك لجماهير نادي الاهلي على الفوز ببطوله افريقيا ان شاء الله. ان
ان شاء الله باذن الله ناخد بطوله افريقيا السنه دي باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق. هتحتفل مع مين غير طبعا احنا شفنا احتفالات من اوضه اللبس، بس مين الشخص اللي تحب تحتفل معاه ببطوله الدوري يا كهربا؟ والدك بقى. لا ابويا هو اول واحد ولا غيره. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم. ربنا يخليك. شكرا كهربا. بمناسبه